والله عارف كويس انك رديت عليا. لو سمحت يا اونكل مفيش داعي للكلام ده، خلينا نتكلم كده بهدوء عشان نوصل لحاجه. اونكل؟ اونكل مين؟ انت نسيت نفسك؟ ازاي تمد ايدك على بنتي؟ ده انا هخرب بيتك. بنتك مش متربيه ومش محترمه، بنتك بوظت سمعتي في الكليه. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت ولا حاجه. هاجر دي اللي عملتك، هاجر دي اللي خلتك في العز اللي انت فيه. انت ناسي ولا ايه؟ شويه الكراكيب اللي انت بتقول عليهم تماثيل اللي حطيتهم لي في الجاليري كمان نص ساعه هيبقوا مرميين بره في الشارع مكسورين ومتهدمين. انت جننت؟ انت ما تقدرش تعمل كده اصلا. احنا في بيننا عقد، مش لعب عيال. هو عقد؟ عقد مين يا روح امك؟ ده انا هدوسك برجلي، ده انا هدفعك. الالم ده غالي جداً.